طب يا جماعه تحذير صغير كده بس قبل ما ابدا الفيديو. البندقيه اللي انا استخدمتها في الفيديو ده، البندقيه ديت بايظه ومش شغاله، وكل اللي انتوا هتشوفوه دوت مؤثرات بصريه وصوتيه. يلا بينا بقى عشان نروح نتفرج على الفيديو. كده نكون اصطادنا اول حمامه. يلا لو في حمامه ذكر اشوفها في السماء، بس تبقى امها داعي عليها اللي هلاقيها النهارده. ماشي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ استر يا رب. ايه يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ انت كويس؟ ايه ده؟ وايه اللي في ايدك ده بابا؟ ايه مالك؟ قلبك خفيف ليه كده؟ لا دي بندقية صيد بس كده، وانا واقف اي حمامة بتعدي من فوق بيتنا بصطادها على طول. بجد يا بابا بتصطاد بيها حمام؟ ايه رأيك؟ تحب نشوف؟ لا 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 شكرا يا بابا، شكرا. وعلى كده بقى بابا يعني انت بتعرف تصطاد؟ هو ده سؤال تسأل ابوك فيه؟ انا وبلا فخر اول على الجمهوريه في النشان. طب بقول لك ايه يا بابا، انا عايز العب. معلش بقى، حقي الصراحه ان انا العب بالبندقيه دي. تصدق يلا انت عيل قليل الادب. خلاص يا بابا معلش، والله مش قصدي. مالك يا بابا بتمسك على الكلمه ليه كده؟ معلش سيبك من العب دي، حقي ان انا عايز اصطاد. لو سمحت يا بابا عايز اصطاد. لا يا حبيبي، روح العب يلا كده بمسدسات المايه بتاعتك دي، انما دي تقيله عليك. لا فيني سلاح، لا فيني سلاح، وعد الجثث يابا. يلا البندقيه دي يلا تقيله عليك، يلا مش هتعرف تشيلها. يا بابا عيب عليك يا بابا، هات بس وانت ما تقلقش من اي حاجه. ها انت حر، امسك. ها يا توتو، اجيب لك حد يشيل معاك؟ توتو؟ طيب ماشي، اتفرج بقى التوتو ده هيعمل ايه دلوقتي. ماشي. معلش هو البتاع دي كده جاهزه ان هي تضرب؟ ابعد يا ابني، البتاع دي يا ابني بعيد عني كده، ابعدها. ايه يا بابا انت طلعت بتخاف ولا ايه؟ ها؟ بتخاف ولا ايه؟ يا ابني ابعد يا ابني، ام البتاع دي بعيد عن وشي كده، ابعدها كده والصح. ماشي اهي، قول لي بقى يلا يا الاول على الجمهوريه في النيشان، ازاي انشن واجيبها صح؟ خد نفس عميق. حلو. ثبت بقى الحته اللي في اخر البندقيه دي كده على كتفك،
وبعدين بقى تركز على الفتحة اللي قدام ديت في البندقية وتنشن السم في الفتحة وعليكوا على الحمامة على طول وهتدعيلي. بابا اهي شفت بقى شفت عملت ايه؟ ما عرفتش تعملها انت دي، تصطاد الحمامه من على الشجره وتنزل لك لحد عندك. الله عليك يا ابو تربيت. والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. حلو قوي كده، احنا بقى معانا حمامتين. بس انا عايزك بقى بابا تتفرج على اللي جايه دي اهي. روح يلا عودي يلا جنب اختي، اتفرج بقى على اللي جايه دي يا بابا. لا بص يلا يا سيف، سن نملة الدبانة أسفل منتصف الهدف، هتجيبها على طول. يا نهار اسود، حرامية حرامية حرامية. بابا 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 بابا. ايه يلا مالك في ايه؟ في حرامية في البيت يا بابا، في حرامية في البيت. حرامية؟ فين دول؟ معرفش بس انا كنت نايم تحت وصحيت على صوت ضرب نار. ده انا يا كركر ما تقلقش. وقعت قلب الله يخرب بيتك. انت ازاي يعني سيف؟ اهو بالبندقية دي ابوك عمال يعلمني ازاي اصطاد حمام، وانا لحد دلوقتي بقول لك ايه مسقط واحدة في الصندوق اللي هناك ده. الله حمام؟ طب بقول لك ايه يا بابا، انا كمان عايز اصطاد يا بابا. لا بقول لك يلا انت وهو، انا مش فاتحها نادي صيد حمام هنا. ولا انزل يلا انت وهو، يلا روحوا ذاكروا. وانت هات البندقية دي، هات البندقية ديت يلا وانزل ذاكر دلوقتي حالا. ها بقول لك يا بابا ماليش دعوه انا بابا باي حاجه، انا دلوقتي انت شفتني وانا بصطاد وانا اصطدت حلو تمام، فانت بقى لو عايز تنزل اي حد نزله هو، ماليش دعوه انا. بقول لك يا بابا سيبها، بابا مش احسن مني في حاجه بابا، وزي ما هو مصطاد انا كمان عايز اصطاد. لا بقول لك يا روح امك انت وهو، انا مش فاضي اللعب العيال الصغيره ده. معلش يا بابا بالله عليك يا بابا، بس انا حتى نفسي ولو مره واحده بس امسك البندقيه بس يعني اشوف مسكتها بس كده، اجربها مره واحده بس يا بابا. طيب ماشي. بقول لك يا سيف معلش ادي لاخوك البندقيه. انت عيل بارد يلا امسك امسك. هات اهو اديك مش عارف تشيلها. يا بابا اصبر بس يا بابا هتشوف دلوقتي، استنى بس. وريني بقى هتعمل بيها ايه. هوريك دلوقتي. انت بتعمل ايه يا مجنون انت؟ خد كمان يلا خد. الله 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 انت متخلف يلا ولا ايه؟ يلا انت عارف يلا الطلقه ديت لو جت فوقك ايه اللي هيحصل فيك؟ مش انتوا بقى اتريقتوا عليا؟ ماشي استحملوا بقى. ايه انتوا دي يا حيوان انت؟ وانت مش طلبت مني البندقيه انا واديتها لك؟ ده بعد ايه؟ بعد ما سلتني وخليت اخويا يضحك عليا؟ ماشي. طب انت عايز ايه؟ طب دلوقتي اهدى بس اهدى، انت عايز ايه دلوقتي؟ اول حاجه عايز مصروفي يزيد، تاني حاجه هتشتري لي عربيه بي ام دبليو موديل السنه دي، تالت حاجه هتشتري لي قصر في مدينتي، قصر مش هسمح بشقه بس، ولو انت بقى مش موافق يبقى انت بقى اللي حكمت على نفسك. لا لو كده بقى ما بديهاش. تعال لا لا يا ابن الكلب خد لك. A few moments later. بابا بابا انا اسف يا بابا، والله بابا حقك عليا والله العظيم غلطه ومش هتتكرر تاني، انا اسف بالله عليك. انت يالا انت يالا بترفع عليا انا السلاح؟ لا 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 الصراحه بابا الكلام ده ما ينفعش، والواد ده لازم يتربى. يا ابني اخرس يا حريق انت. بابا معلش بابا والله بابا حقك عليا بابا. حقك انت عليا. طلقه جت في التوته. مش قادر. نار نار نار. ايه ده؟ مش قادر. انت لسه شفت حاجة؟ اصبر عليا بس. ولا سيف امسك، انا مش عايز الحيوان ده يقعد تاني في حياته، مش عايز يقعد، مش عايز يقعد خالص. امسك
اديله في التوت بس كده. من عناي يا بابا. سيف 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 بالله عليك يا سيف، ما تضربنا انا سيف، ما تضربنيش انا يا عم بالله عليك. اخرس يا حيوان. مش قادر مش قادر. بقول لك ايه يا بابا، انا نازل اجيب التلابوطه، اجيب لك حاجه معايا وانا جاي. عايز سلامتك. وهي مالها كبرت قوي ليه كده؟ اهو النصيب بقى، حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسب من ربنا في مين؟ يلا خد تعالى تعالى احرق ربنا ما قادر اجري اساسا. مش قادر اجري مش قادر اجري. خد يلا خد خد. I'm